القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي النهاردة، وبعد عام من الفعاليات الثقافية والفنية اختتمت فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، فعاليات اللي شاركت فيها مصر باحتفالية عكست حضارتنا العريقة. الاحتفالية كان عنوانها حضارة مصر القديمة وحتى العصر الحديث. خلينا نتعرف على رحلة عام من فنون القاهرة من دكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو. صباح الخير على حضرتك، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. يعني أهلاً دكتور بالسهل. في البداية عاوزين نعرف من حضرتك، يعني عام القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي، امتى انطلقت الفعاليات وتحت رعاية مين من المنظمات الدولية تحديدا؟ طيب احنا بدأت مصر منذ عام في مارس، في بداية عام 22 تم اختيارها من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لتكون عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي. العام ده خصصته مصر تحتفل بثقافتها وتبرزها على كل الأصعدة. شاركت كل القطاعات في وزارة الثقافة خلال عام كامل بفعاليات مختلفة. من في دار الأوبرا وفي أكاديمية الفنون، في هيئة قصور الثقافة، كل هيئة وضعت برنامج تحتفل به مجموعة من الحفلات والفعاليات والمؤتمرات، إلى أن وصلنا لنهاية هذا العام بتتويج باحتفالية كبيرة بتستغرق يعني بقى من يوم، ابتدينا من يوم 8 وتنتهي اليوم فعالية الاحتفال. يعني بنود كثيرة في الاحتفال، بيشرفنا سيادة المدير العام لمنظمة اليونسكو معالي الدكتور سالم بن محمد، ووفد كبير من اليونسكو من اليونسكو لمشاركتنا في الاحتفال بختام قاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي. طيب المجلس الأعلى للثقافة استضاف أولى فعاليات الختام، ختام مؤتمر التراث، كلمينا عن هذا المؤتمر. الحقيقة سعادتي بهذا المؤتمر سعادة غامرة، لأن كان الوقت قليل، فتصورنا يعني بسبب ظروف العالم والوقت الضيق وأنه في ظروف اقتصادية قد تحول دون وجود دول تشاركنا وتبعت باحثين، فوجئنا بأنه كم من الدول التي أرادت أن تشارك مصر في ملتقى التراث الثقافي غير المادي، عدد من الأبحاث مهول. عايز أقول لحضرتك أن 8 و9 مارس شهدوا زخم في المجلس الأعلى للثقافة بدراسات حول التراث الثقافي غير المادي في دول العالم الإسلامي، من شاركونا باحثين من 13 دولة. كان في 85 بحث بيلقوا، قاعات المجلس كانت فيها كلها جلسات بالتوازي، جو من البهجة والعمل والحماس الحقيقة غير مسبوق، وهي الدورة السابعة للتراث الثقافي غير المادي، وكانت على هامش احتفالية التراث الثقافي قاهرة عاصمة للثقافة. الحقيقة كان مشهد يعني فاخر ومشرف لمصر انها تحتضن فعالية بمثل هذا الثقل والرصانة العلمية ايضا والبكر. نعم دكتور نهلة، يعني كممثلة لمصر وخبيرة للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو تحديدا، يعني كيف انعكست هذه الفعالية على مصر، مصر الجمهورية الجديدة والوجه الجديد لمصر تحديدا خارجيا؟ طبعا تصدر مصر من خلال الفعاليات، يعني النهارده في فعالية، امس كان في فعالية بعنوان مسابقة تراثي، مسابقة اطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من سنة حوالين تصوير فوتوغرافي لمعالم القاهرة. وشاركت فيها دول كثيرة جدا، وعمل مسابقة، والمسابقة كانت بلجنة تحكيم من كبار المصورين ومن لجنة من اليونسكو، وتم اختيار الفائزين فيها. النهارده ايضا حفل كبير في دار الاوبرا، في لوحه فنيه اخراج المخرج خالد جلال، في هيبقى حفل هيحييه المطرب الكبير مدحت صالح، ضيوف القاهره عاصمه للثقافه، هي زخم كبير. انما كان
العنوان الأساسي إن مصر تحتفل بالثقافة. طبعا نعرف إن مصر موقعة على معظم الاتفاقيات الثقافية التي موجودة في اليونسكو. نعم. والمنظمات الدولية تنظر للدول كيف تصون تراثها، كيف تحتفل به، كيف تدعو الناس إلى أن تروج له. فالحقيقة انعكاس ده هيبقى مهم جدا على مكانتنا في تطبيق الاتفاقيات الثقافية اللي موقعة عليها مصر في لدى منظمة اليونسكو. طيب يا فندم، حضرتك خلال حديثك ذكرتي انه كان في جلسات عديدة وكان في مناقشات حول موضوعات مختلفة، اهم هذه الموضوعات ايه؟ ايه اهم الابحاث اللي تمت مناقشتها يا فندم؟ الحقيقة الأبحاث كانت 85 بحث، لكن محاور كانت كثيرة جدا، وإحنا أردنا أن يكون عنوان الملتقى التراث الثقافي غير المادي في دول العالم الإسلامي المشترك والمتنوع. يعني تبقى كلمونا عن بعض العناصر الثقافية في لبنان، باحثين من لبنان، البحرين. كان في بحث مهم جدا على التاريخ الشفاهي وكيف يمكن أن ندون التاريخ الشعوب من خلال روايات الكبار، وقدم مباحث جاي من أمريكا ولكن هو عمل الدراسة على ليبيا، على فترة الاستعمار في ليبيا وكيف جمع روايات التاريخ الشفاهي فيها. كان بحث مميز جدا. أبحاث مصر كانت من البادية ومن الصعيد ومن كل محافظات مصر، من كفر الشيخ، حرسوا بعض الأقباط وقساوسة وجم قدموا لنا أبحاث عن التراث القبطي في مصر باعتبارها دولة إسلامية ولكنها الثقافة القبطية حية فيها لدى قطاع كبير. وهي موجودة. الحقيقة كان يعني عايزة أقول لحضرتك إن اليمن كانت مشاركة هائلة جدا بتراثها. الباحثين المصريين كانت أمامهم فرصة للارتباك وللتعرف على ثقافات أخرى، فرصة كانت هائلة جدا. وإن مهم إن كان في روح لإبراز المشترك. بنتكلم على دول ذات يعني تراث أصيل، لو هنتكلم على وحضارات عريقة، كمان بنتكلم على مصر، بنتكلم على اليمن، بنتكلم أيضا على العراق، لكن حضرتك شايفة إزاي اهتمام الباحثين بالتراث سواء في مصر أو الوطن العربي ككل يعني؟ لا، انا ملاحظه طبعا كخبير يعني بحضر كثير من الفعاليات، انه في الفتره الاخيره في اهتمام متزايد. يعني الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي بيتنامى، وابتدى المفهوم ينتشر ما بين الناس. انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا كل لما بنسجل عنصر بتجيلي طلبات، ويمكن السنه دي الناس كلها جالي طلبات سجلوا الكشري. روم حاضر هنسجل الكشري على قوائم اليونسكو، لكن كل مره بيجي لنا طلبات من المجتمعات ومن الجامعات ومن الافراد انه نسجل تراثهم على قوائم اليونسكو. الحقيقه مش ده، بس هو سؤال ليه لم يسجل حتى الان الكشري؟ يعني ده هذه قصه طويله، لانه هي في قواعد للتسجيل وفي دور. يعني حضرتك الدوله من حقها انها تسجل عنصر كل عامين، لانه طبعا الاتفاقية موقع عليها 180 دولة، فما يقدروش يقيموا أبحاث لكل الدول في كل عام. فإحنا بنسجل عنصر كل عامين، ومصر ملتزمة بأنها كل عامين بتسجل فعلا عنصر، بس أحيانا بنسجل كل عام بطريقة أو أخرى. فيعني إحنا عندنا دلوقتي 7 عناصر مسجلة، وإحنا في الطريق بنسجل عناصر أخرى. وإحنا خلال الجلسات أنا أخذت رأي الناس الباحثين كلهم، قلت لهم موافقين ان احنا نسجل الكشري، فاذا دي ارى يعني اقبال شديد وموافقه من الجميع، لان برضه اليونسكو بيتطلب موافقه المجتمعات والجماعات والافراد والباحثين على تسجيل العنصر. بس هذا مطلب الحقيقه بيجي لي كتير بعد ده حقيقي، واحنا بنضم صوتنا لصوت الباحثين يعني، وعاوزين نسجله. وانا حاسس بصوت حضرتك ده في عندي، انه في احد البرامج الشهيره بمصر تم مطالبتي بان انا اسجل الكشري على قوائم اليونسكو كعنصر ثقافي موجود في المجتمع المصري، عنصر حي له اقبال شديد في المجتمع المصري. طيب في نقطه بقى مهمه هنا، بما ان حضرتك ذكرتي نقطه التسجيل ده يا فندم، ما حصلش مره انه حصل تشابك بين دولتين؟ يعني على سبيل المثال مثلا احنا حبينا نسجل الكشري، وجت دوله تانية قالت لا احنا حسب التاريخ ان الكشري يعني من تراثنا احنا،
حصل التشابك ده من اي نوع؟ بيحصل، بس عايزه اقول لحضرتك ان انا الاول عايزه اشكرك على السؤال المهم قوي ده، لانه دورنا مش بس تسجيل، دورنا الاهم. احنا ليه بنسجل يا جماعه؟ احنا بنبقى عايزين نرفع الوعي بالتراث. صحيح. يعني رفع الوعي ده مهم جدا، فالسؤال ده يخليني ارد عشان اقول ان الاتفاقيه بتقول ان انا بسجل ان العنصر موجود في بلدي مش بتاع بلدي. يعني ايه؟ يعني اقول الكشري في مصر مش الكشري المصري، لانه قد يظهر العنصر موجود في الهند مثلا. اعتقد ده اللي حصل في الطعميه تحديدا، صح؟ لا الحقيقه ما واجهناش ده مع الطعميه، لان ما حدش سجلها. هي دي برضو من الاشاعات يعني اللي ابتدت تاخد شكل الحقيقه. مظبوط. يعني لكن عايزه اقول لحضرتك انه بيحصل كتير انه عنصر يبقى موجود في اكتر من دوله. ده طبيعي، الانسان بنيه العقل والمعرفه والتعامل مع البيئه خصوصا في الدول اللي لها مناخ متقارب. صحيح. فممكن جدا يكون عندنا اكله في اكله شبيهه في مجتمع اخر، رأسه في رأس شيء. على فكره جالنا مثلا ناس بتقول عايزين التحتيب احنا مسجلينه، بيقولوا لنا في دولنا عندنا رأسه زيه موجوده بالعصا وممكن نسجلها برضو، بنقول لهم ادخلوا معانا او سجلوها بالاسم اللي موجود عندكم. يعني انا بشوف التراث كمنطقه متسلم. امنه ومنطقه سلام وليس منطقه نزاع. كفايه نزاع على العقيده ونزاع على الارض ونزاع على الموارد، خلي التراث منطقه للتلاقي والسلام ما بين الشعوب. صحيح. وطبيعي طبيعي ان يرتحل العنصر من مكان يعني لمكان. طبعا. الانسان طول عمره بيتحرك على الارض، والتراث موجود قبل الحدود ما بين الدول. صحيح. أعتقد يعني ما فيش أحسن من ختام السلام والتعايش السلمي ما بين المجتمعات جميعا. بنشكر حضرتك دكتورة نهلة إمام، خبيرة التراث غير المادي وممثل مصر باليونسكو.